السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. الرسوم على خط العبارات الوطنية شنة مصيره وعنوان حلقة اليوم من برنامج تحت الضوء، ونناقش فيه الشكوى من أسعار الرسوم التي فرضتها الشركة الوطنية للعبارات على خط شنة مصيره، التي يراها كثيرون أو كما يراها كثيرون من أهالي ولاية مصيرة أنها مرتفعة ولا تتناسب مع كلفة الرحلة ذهابا وإيابا. والواقع أن التباين في وجهتي النظر حول المشكلة تتلخص في رؤية الجانبين للواقع الذي فرضه إضافة خدمة نقل جديدة وحديثة من خلال عبارتين جديدتين هما جوهرة مصيرة وشنة. ونرحب بضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذ راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات، والأستاذ مهدي بن محمد العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، أهلا بكم. وأيضا نرحب بضيفنا الذي سيكون معنا عبر الهاتف ناصر بن سليم الفارسي. نبقى بداية مع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة خديجة الشحية قبل أن نبدأ الحوار في هذا الملف. استبشر أهالي جزيرة مصيرة بإضافة خدمة نقل جديدة وحديثة بتدشين خط شنة مصيرة من خلال عبارتين جديدتين، ومع ذلك كانت الشكوى من ارتفاع أسعار الرسوم التي فرضتها الشركة الوطنية للعبارات والتي يراها كثيرون أنها مرتفعة ولا تتناسب مع كلفة الرحلة ذهابا وإيابا، حيث عبر الأهالي عن استيائهم الشديد من التسعيرة التي تم وضعها سواء للأشخاص البالغين أو لفئة الأطفال، وهو ما يعني أن قضية الرسوم المقررة على مستخدمي العبارتين من الولاية مرهق ماديا بالدرجة الأولى، والتي أثرت على فرحة المواطنين من محدودي الدخل، فكيف بمن هم تحت مظلة الضمان الاجتماعي؟ على الجانب الآخر لا يخفى على أحد الدور الذي ستسهم به العبارتين سواء على صعيد إثراء وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية أو من خلال توفير العديد من الوظائف لأبناء الولاية. مرة أخرى طلبات الأهالي تتلخص في أهمية تخفيض التسعيرة المقررة للعبارتين على الرغم من عدد الرحلات التي توفرها الشركة للمسافرين والشحن، والتي ساهمت بشكل كبير في عمليات النقل البحري إلى جانب العبارات الأهلية السابقة، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي العبارات. أهلا بكم من جديد. البداية معك أستاذ راشد، أهمية النقل البحري وتدشين خط شنة مصيرة. شكرا جزيلا على الاستضافة بداية. وعندما نتكلم عن أهمية النقل البحري بشكل عام يعني في الاقتصاديات الدولية لازم نفرق بين النقل البضائع ونقل الركاب. نقل البضائع حقيقة النقل البحري يحتل مكان الصدارة، المعروف عالميا ما يزيد على 85% من حركة نقل البضائع حول العالم، والسلطنة جزء من هذا العالم يتم بطريق البحر. الركاب يمكن الوضع مختلف نوعا ما، طبعا يتسيد النقل البري هذا المشهد كما يقال. أهمية النقل بالنسبة لجزيرة مصيرة بطبيعة الحال، لأن جزيرة مصيرة هي جزيرة وبالتالي تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على النقل البحري، وبالتالي يعني تدشين الخط الجديد للشركة الوطنية للعبارات بالإضافة للعبارات السابقة ما في شك أنه يكتسب أهمية من حيث تشجيعه لمختلف مكونات الحركة سواء الحركة الاقتصادية السياحية إلى آخر يعني الفوائد التي يعني متوقعة. جميل جدا. أستاذ مهدي، لو نتحدث عن أبعاد الاستثمارات الجديدة اللي تم ضخها عبر الخط الجديد شنة مصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي الكريم على استضافتنا وإلقاء الضوء على هذا الخط الحيوي بالنسبة للشركة الوطنية للعبارات، وأيضا خط وليس بسهل صراحة بحكم طبيعة المياه والبيئة البحرية في جزيرة مصيرة بالذات. بالنسبة للاستثمارات طبعا تسيير هذا الخط يأتي من ضمن الخطة الأصلية المعتمدة من ضمن أهداف الشركة، اللي هو تسيير خط شنة مصيرة لتسهيل حركة النقل الركاب بالدرجة الأولى، وخاصة العبارات الحالية العاملة ليست هي مؤهلة لركب نقل الركاب.
وأيضا تتوقف بسبب الرياح والأمواج أو الرياح الموسمية التي تشهدها الولاية في فترة من فترات من شهر 5 إلى شهر 9. جميل جدا. طبعا فكرت الشركة في تصميم وبناء عبارتين مخصصتين لتسيير هذا الخط أو ربط شنة بمصيرة اللي هو في حدود 14 كيلومتر. فهو ليس أيضا بخط طويل لكن أيضا خط صعب، لأنه محتاج إلى خبرات ومهارات للقباطنة والطاقم. تكلفة الاستثمارات التي ضختها الشركة مباشرة في بناء عبارتين في حدود 6 مليون ريال عماني من تصميم وبناء وتوريد إلى السلطنة، بالإضافة إلى إقامة بعض البنيات الأساسية من ركائز الحديدية في شنة ومصيرة وبعض الدعامات وبعض الأرصفة اللي في حدود نصف مليون. فنحن نتكلم في حدود 8 مليون ريال عماني اللي تقريبا بضخ مباشر كان في هذا لتدشين هذا الخط، بالإضافة إلى استثمارات الغير مباشرة من استئجار سكنات لطاقم الشركة كان سواء كان في شنة أو مصيرة. طيب، ألا يعتبر وجود العبارتين مزاحمة للقطاع الخاص أو خلينا نقول لعبارات الأهالي اللي موجودة أو اللي تنقل سواء الأشخاص أو المركبات؟ والله من خلال تتبعنا الإحصائيات للأسف نحن لا توجد لدينا إحصائيات نقل الركاب بحكم أن هذه العبارات ليست مهيئة لنقل الركاب، لكن احنا عندنا إحصائية 2013 مثلا. في عام 2013 قامت العبارات المملوكة للأهالي الحاليين بنقل بمعدل 155 سيارة في اليوم الواحد في رحلات غير مجدولة ولا معلنة، بس بحكم أنهم حركة الركاب كانت حركة السيارات، ف155 سيارة في اليوم الواحد حاليا. فقط لإحصائية سريعة استلمناها مؤخرا من أجهزة العاملة في مرفأ مصيرة تشير إلى على أساس أنه خلال من شهر يناير 2014 لحد أغسطس الشهر الماضي تم نقل 38,944 سيارة بمعدل 162 مركبة في اليوم الواحد من خلال العبارات الحالية. جميل. احنا بدينا الخط طبعا في يوم 14 أغسطس 2014، وخلال فترة في شهر 8 2014 تم نقل 66 سيارة كمتوسط في اليوم الواحد. جميل جدا. بالإضافة ل 296 مسافر في اليوم الواحد. خلال 16 يوم الحالي من في سبتمبر تم نقل 274 مسافر و82 سيارة في اليوم الواحد. جميل. فمن خلال ولكن أستاذ مهدي، مسألة أنه هذه العبارات غير مهيئة بينما هي كانت تنقل المواطنين وتقوم بخدمة النقل طوال أربعة عقود الماضية. صحيح، هذا كلام لا أحد ينكره، لكن أيضا والجهود مشكورة، لكن لم تكن هناك أي وسيلة أخرى لديهم، وبحكم الأنظمة البحرية أن هذا غير مسموح به. ممكن الإخراج طبعا يلقي الضوء على هذا، في أنظمة بحرية متعارف عليها والسلطنة هي عضوة ولكن سمح بها في طيلة أربعة عقود الماضية. إذا كان سيد راشد قد عليه، إذا كنا اليوم نقول أنه غير مسموح بها على المستوى الدولي أو المواصفات الدولية، ولكن سمح بها في الأربعة عقود الماضية. هو شوف، في واقع الأمر يعني العبارات يعني تخضع للإشراف وتمر بنفس مراحل التي تمر بها بقية يعني السفن والعبارات الأخرى، ولها إشراف دولي ولها إشراف من قبل هيئات التصنيف وما شبه ذلك، ونحن كنا نأخذ عليها تراخيص، لكن من حيث أنها هي مخصصة لنقل الركاب لم تكن مخصصة لنقل الركاب، هذه حقيقة يعني نعرفها ويعرفوها. لكن كان يعني الفترات الماضية كنا على خطأ لما كنا ننقل الركاب عبر هذه العبارات، وهي قامت بدور إنساني ودور كبير اجتماعي كبير ودور كبير أيضا في هذه الحالة. إذا أين كنا طيلة الأربعة عقود؟ لا أحد ينكر حقيقة، لا أحد ينكر هذا الأمر، ولا يعني كانت هناك تعاون بين الوزارة وبين هذا، وهم يقدروا هذا الأمر ويعرفوا هذا الحقيقة، لأنه نحن أيضا كنا نعرف أنه لا يوجد هناك هذا. حتى بعض، أنا أذكر أنه بعض المستثمرين المحليين جميل حاولوا أنهم يأتوا ببعض العبارات اللي هي يمكن مخصصة فيها جزء مخصص للركاب وكذا. جميل. وعملت يعني لفترة من الفترات، ولكن الغالبية كانت من هذا النوع الحالي اللي هو كان فقط مخصص للسيارات عموما. طيب، يعني نشوف الأخ ناصر معنا عبر الهاتف. أخ ناصر، مساء الخير. مساك الله بالنور أخي العزيز. أخ ناصر، عبارتان جديدتان على خط شنة مصيرة،
ماذا أضافت هذه العبارات للأهالي؟ أولا نيابة عني وعن أهالي ولاية مصيرة تقدم بالشكر والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان غابوس على استضافة هذه الخدمات من قبل الحكومة بخصوص ما يتعلق بموضوع العبارات. أخي العزيز، بالنسبة للجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة في توفير هذه العبارات لهذه الولاية، قد قامت الشركة بتيسير رحلات من مصيرة إلى شلنا، وقد أسعدهم هذا الخط جميع أبناء هذه الولاية. هي عبارات سريعة ويتوفر فيها جميع الخدمات الممتازة. أما بالنسبة للرسوم لصدمت في المواطن واستبشر كان فيها خير بمخاطبة، وكان في مخاطبات على أساس أن طريق الجهات المختصة هذه ولاية مصيرة بالنسبة للركاب. بالنسبة للعبارات التجارية أخي العزيز، العبارات التجارية جالسة تخدم الولاية من 40 سنة وجزاهم الله خير، يعني يرفع لهم الشكر على الخدمات التي يقوم بها من تسهيلات لهذه الجزيرة. نعم. طيب تمام. طيب أخ ناصر، خليني بس أسأل أستاذ راشد. أستاذ راشد بدأ الأخ ناصر في الحديث حول مسألة الرسوم. عندما نأتي للحديث عن الرسوم، في البداية الأهالي استبشروا طبعا خير في وجود العبارات، لكن حسب صحيفة الزمن بتاريخ 19 أغسطس من هذا العام تفاجأوا، حسب المقال اللي ذكرته صحيفة الزمن، أنهم تفاجأوا بوجود الرسوم أو بفرض الرسوم اللي على النقل، سواء كانت على الأشخاص أم على المركبات لأهالي الولاية. ما هو رد وزارة النقل والاتصالات في هذا الجانب؟ بالنسبة للوزارة فهي حتى في الفترات السابقة عندما كان العبارات موجودة كانت الأسعار متاحة، لا نتدخل في فرض الرسوم بطبيعة الحال، وكان المجال مفتوح. والآن يمكن الوضع يمكن تحسن أكثر لأن وجود المنافسة. إحنا الآن يعني نحن ننظر للموضوع من زاوية أنه الآن زادت يعني حجم المنافسة بين المشغلين، ومشغلين الآن زاد عددهم، وبالتالي هذا يخلق نوع من التنافس. يمكن من المسلك الجيد للوزارة أنها ما منعت العبارات الحالية وأعطتها مجال للاستمرار. بالتالي يعني هي سياسة الوزارة معروف، يعني هذه خدمة من الخدمات. يعني نحن مثلا لدينا قطاعات أخرى على سبيل المثال قطاعات الفنادق بالضبط. هل الحكومة ولكن الوزارة راشد هناك كان أمل من قبل المواطنين، هناك أمل من قبل المواطنين كان بأن يعفو أو يتم إعفاء أهالي الولاية من هذه الرسوم. نحن نأمل ذلك. أين وصلت هذه؟ نحن نأمل ذلك. هناك مخاطبات يعني مثل ما ذكر الأخ ناصر. في دراسة من قبل الجهات المعنية حول هذا الموضوع، ونأمل إن شاء الله إنه يجد الاعتبار. يعني يستحق أهالي ولاية مصيرة، ما في شك في هذا. ولكن يعني يمكن الأخوة في الشركة هم المعنيين الأكثر، يعني إنما كسياسة وزارة فرض الرسوم. أستاذ مهدي، أنت في حوارك مع الصحفيين ربما ذكرت صحيفة الوطن أيضا بتاريخ 17 أغسطس من هذا العام، ذكرت أيضا طبعا عملية تسيير الرحلات، أن هناك 4 رحلات تسير، وأنه إن شاء الله في الأيام القادمة سوف تكون 12 رحلة. وأيضا ذكرت الأسعار، وخاصة فيما يتعلق بنقل المركبات لم يتغير فيها شيء، لم تخفض أيضا. ذكرت أن الأسعار رمزية وليس الهدف منها التحصيل، بل خدمة مقابل خدمة. هل فعلا أن الأسعار ليس الهدف منها خدمة، ليس الهدف منها التحصيل، إذا كنا نأخذ على المواطنين وعلى أهالي الولاية وعلى السياح وعلى كل من يزور ولاية مصيرة؟ أيضا ربما المواطنين يرون عكس ذلك، أنه الهدف اقتصادي وواضح أمام العيان وهو ما نلتمسه على الواقع. كيف ترد على ذلك؟ خلينا نوضح الإخوان خاصة الأخ ناصر فيما يخص الأسعار. أنا أعتقد هو كان يتحدث عن تعرفة الركاب وليس سعر المركبات، لأن سعر المركبات الشركة فرضت نفس الأسعار المطبقة حاليا من قبل أهالي أو ملاك العبارات الحاليين عاملة على خط شنة مصيرة. فبالتالي نحن لا نتكلم على خط على مسألة رسوم على المركبات، ولكن الرسوم على المركبات أيضا هناك يصاحبها ارتفاع في السلع الغذائية، ارتفاع في أشياء كثيرة، المواد البترولية، ارتفاع في أشياء كثيرة، وهي ما يعاني منه الأهالي وهو ما تم مناقشته. حتى أنه هناك الكثير من ربما لقاء معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وقد وضحت له هذه الصورة كاملة، أن هناك ارتفاع في أشياء كثيرة لأهالي الولاية، وأيضا بالنسبة للأشياء الاجتماعية كالصحية وغيرها يترتب عنه هذه المواضيع. هي بس خلينا نعتبر أن الشركة الوطنية للعبارات ما موجودة في على هذا الخط، فالأسعار موجودة من قبل ركاب، وبالتالي قضية الأسعار مواد الغذائية في هناك أجهزة أخرى رقابية تشرف على هذا الموضوع. فأنا ما أعتقد هناك في أي علاقة بين فرض
شركه كمقدم خدمه جديد نفس الاسعار المركبات. طيب خلينا نذكر خلينا نذكر سعر المركبه على سبيل المثال، المركبه الصغيره او المركبه اللي صالون. هي صالون او الدفع الرباعي، كم اليه ذهابا وايابا؟ هي 8 ريالات للاتجاه الواحد. 8 ريالات يعني 16 ريال للاتجاه. 16 ريال نفس السعر المطبق الحالي. طيب في احد مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو على الانترنت احد المواطنين ذكر انه والله انا كنت اشحن سيارتي ب 5 ريالات. لا انا للاسف الشديد خليكم نوضح الصوره. اصحاب الملاك العبارات الحالي هم ايضا ما في بيناتهم اتفاق، لكن الاغلبيه الاسعار المعلنه وموجوده ايضا في مكتب وزاره النقل في مرفأ شنة، أسعار المطبقة من أغلبية الملاك هي 8 ريالات للصالون و10 ريالات للدفع الرباعي. في شركتين خلينا نعتبرهم أو مؤسستين تجارتين ما في بيناتهم اتفاق، فثمان ريالات أصبحت 4 ريالات و10 ريالات أصبحت 5 ريالات. فأحنا طبعا رحنا مع الأغلبية اللي هم 8 و10. بالنسبة للركاب خلينا احنا نوضح النقطة، احنا فقط فرضنا نصف ريال على أهالي مصيرة والعمانيين العاملين في القطاعين العام والخاص، شريط إثبات من الأجهزة المعنية أن هذا عاملين في أهالي مصيرة، نصف ريال الاتجاه الواحد. فما أعتقد هذا مبلغ يعني كبير، أو يعني هو مجرد رسم مقابل خدمة مقعد الماء والمشروبات والوجبات الخفيفة خلال 45 دقيقة في الرحلة من شنة لمصيرة. جميل جدا. إذن تفضل أستاذ راشد. هو شوف يعني الآن الجديد هو أسعار الركاب. أسعار المركبات متفضلة. ولكن نحن نناقش أسعار الركاب وأيضا نسلط الضوء يعني على أسعار هذا أسعار المركبات، يعني هذا يؤكد ما قلت سابقا، يعني هو عدم التدخل وتحديد الأسعار. كانت المجال مفتوح مثل ما ذكر أخ مهدي الآن، يعني عندما يتنافس الملاك بنفسهم كمشغلين، يعني هذا مشغل وهذا مشغل، وبالتالي كل واحد منهم مثلا يعني يشوف مثلا تكلفته، فهمني؟ فكان أول 8 ريالات موصل إلى 4 ريالات، وأحيانا يتنافسوا إلى 5 ريالات، فكان المجال مفتوح، ونحن نأمل أن يكون المجال مفتوح فيما بينهم للتنافس، تقديم خدمة أفضل وتقديم أسعار أفضل للمواطن. جميل. أخ ناصر، إذا مثل ما استمعت أنه الأستاذ مهدي يقول أنه عملية فرض الرسوم هي رسوم بسيطة ورمزية لأهالي الولاية، وهي لا تكاد تتعدى مسألة الشرب ووسائل الراحة الأخرى، ماذا تقول؟ أولا بالنسبة للأخ مهدي العبدوني، كنا نتمنى أن يعمل ندوة تعريفية قبل تشغيل العبارات هذه قبل شهر، أو يجتمع مع أهالي الولاية بخصوص الندوة التعريفية عن الأسعار، لأن صراحة أنا التقيت مع مهدي في بداية تشغيل العبارات من أول يوم، وكان مفروض أن يعمل هذه الندوة للتعريف على بالنسبة للرسوم. أما بالنسبة للرسوم لأهالي ولاية مصير، أهالي ولاية مصير جالسين ظلوا وما زالوا يدفعوا رسوم من 40 سنة خروج ودخول. على سبيل المثال أنا أعطيك يعني مقترحات بسيطة جدا. حين جزيرة في وسط بحر، وهذه الجزيرة تتعرض لرياح موسمية من شهر 5 إلى شهر 9، لذلك لا يوجد أن يخوف إلا إذا الله خير سلاح اللي هي سلاح الجو متعاون معي، ما بالك في هذه العبارات. العبارات ما تحل لي المشكلة نهائي يا أخي العزيز، ما تحل لي نهائي. فوق كذلك استبشر من شركة العبارات الوطنية على أساس أن ترسم علينا رسوم بالنسبة للراكب بالإضافة إلى السيارة هذه. جميل. طالب الحكومة على أساس أنه وفي مخاطبات كان، واتمنى من الجهات المعنية، واتمنى من ضيفك الكريم له راشد الكيومي على أساس أنه يكون في نفس هذه الموضوع. جميل. لأن المعاناة معاناة مواطن. جميل جدا. جميل جدا. أخ ناصر خليني بس أطرح سؤال على الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، في 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 تاريخ 31 ديسمبر 2013، ربما قبل هذا التاريخ كان لكم تصريح أو ربما صرحتوا بحاجة معينة أنكم التقيتوا بالأهالي وأنكم درستوا موضوع فرض الرسوم. في 31 ديسمبر 2013 في مقال في جريدة الزمن
وضح فيه انه نفى اهالي ولايه مصيرة التصريح الذي تناقلته وسائل الاعلام على لسان رئيس التنفيذي للشركه الوطنيه للعبارات تحت عنوان بدء العمليات التشغيليه لخدمات العبارات السريعه على خط شن مصيرة، وذكروا اننا نؤكد بان الرئيس التنفيذي للشركه لم يجتمع باهالي الولايه سوى من كان يعرفهم، وهم في ذلك الوقت ربما طالبوا بوجود ندوه، ربما المسؤولين هناك في الولايه طالبوا بان تكون هناك ندوه، لم تعمل لهم هذه الندوه، تفاجؤوا بعمليه فرض هذه الرسوم. اعتقد ان الان الاول نحن نوضح بعض الحقائق، احنا من 2007 متواصلين مع مكتب الوالي مع ملاك العبارات الحاليين نبلغهم بقرار الحكومه، قرار الحكومه كان اساسا تاسيس شركه فرعيه او شقيقه لشركه وطن العبارات في مصيره ومنح 25% من حصة هذه الشركة الجديدة لملاك العبارات الحاليين مقابل أنهم يدفعوا 50%. من هذاك القرار احنا التقينا شخصيا، انا التقيت بمرتين في مكتب الوالي بملاك العبارات الحاليين، هم بالتأس هم الواجهة خوفا من يحسوا أنه في منافسة، بالعكس الحكومة اتاحتهم المساحة انه ينضموا كشركاء في هذه الشركة الجديدة وتوقيف شركات عباراتهم الحالية بحكم عدم يعني تأهلهم في نقل الركاب. للأسف الشديد رفض هذا الطلب، وطلبوا وعرضوا شروط تعجيزية، عرض الموضوع على الحكومة مرة ثانية وألغي قرار الحكومة، وبالتالي أقرت الحكومة بمضي قدما بشركة وطنية منفردا. أذكر الأخ ناصر فقط أكد له حدث مؤتمر صحفي حضر كل رجال الصحافة والإعلام في مقر الشركة قبل تدشين الخط، تم توضيح من خلال هذا المؤتمر الصحفي الرسوم والرسوم التي ستفرض، ومن خلال التصريح اللي أنت أشرت له الصحيح أنا كنت متواجد في أكثر من مرة في مصيرة، وخلال وكنت واضح في تصريحي أن التقيت ببعض أهالي الولاية، وتم كان في المطار كان في المرفأ كان في السوق، عملنا مسح ميداني ونبلغهم نحن جايين محتاجين ايضا لموظفين، وتم اعلان عن توظيف والاولويه لاهالي ولايه شنا وايضا بالضبط. ولكن لماذا استاذ مهدي لم تعقدوا ندوه بحيث تتاح الفرصه لجميع اهالي الولايه لمن يرغب ايضا في الحضور والمشاركه برايه، لماذا لم تعقد هذه الندوه؟ انا اعطيك كتجربه عمليه، لما من اين اتى نصف ريال؟ نصف ريال ليس هو هدف الشركه، من بزنس بلان او خطه عمل الشركه كان اكثر من نصف ريال. من خلال معرفة أهالي مصيرة بأن هناك ستفرض رسوم على ركاب، وصلنا كشركة نحن كإدارة تنفيذية خطاب من سعادة عضو مجلس الشورى الأخ عبد الله، وصلنا رسالة رسمية ينقل طلب أهالي مصيرة بتخفيض النظر في التخفيض أو إعفاء أهالي مصيرة من هذا الركاب، ففي تواصل. احنا نقلنا هذا الطلب إلى وزارة المالية بحكم هي المالك للشركة وأيضا خلال مجلس الإدارة، وتم تخفيض السعر ومعاملة كمعاملة تفضيلي لأهالي مصيرة إلى نصف ريال مقارنة بثلاث ريال. التكلفة الحقيقية هي 7 ريالات لنقل الراكب. احنا لسنا مؤسسة ربحية، إذا ما دام المسألة ليست مسألة ربحية وكل التصاريح اللي ربما تابعناها أنها ليست ربحية، ومع ذلك نقول هناك نصف ريال وهناك ريال، طيب لماذا لا يلغى هذا النصف ريال والريال اذا كنا نتحدث عن مساله ليست ربحيه وانما هي خدمه للمواطن؟ خلينا بعيدين عن الشرب والاكل، لان واحد بيقول لك انا ممكن اشيل اكلي معي، يا اخي ما اريد شرب واكل، بس اعطيني انقلني من 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 هذه الضفه الى الضفه الاخرى. والله هي مقابل خدمه، واعتقد هي خدمه رمزيه، ما اعتقد هي او قصدي مبلغ رمزي من نصف ريال للرحله الواحده، وايضا الاطفال معفاين وسن معين، وايضا نحن متواجدين 24 ساعه في اي لحظه من اللحظات في الليل، يعني عندهم اي طارئ، فهذه خدمه ايضا موجوده مقابل الخدمه نصف ريال، لان ما اعتقد هو بالمبلغ الكبير كمؤسسه مقابل تغطيه بعض مصاريفها، لكن انا ممكن نحن ننظر بالغاء هذه الخدمات اللي نحن نقدمها. وموضوع انا مثل ما طالعتنا الصحف المحليه ان مجلس الشورى ايضا ناقش قبل اسبوع بالضبط. طلب اهالي ولايه باعفاء رسوم العبارات على اهاليهم، فأعتقد لما يأتي الموضوع لنا أو من قبل الحكومة كأمر طبعا نحن ننظر له في هذا الموضوع. جميل أستاذ راشد، إذا الموضوع الآن هي عملية فرض هذه الرسوم الرمزية، وطبعا الهدف ليس هدف ربحي من هذه العبارة، أيضا وجهة نظركم أنتم كوزارة نقل واتصالات في هذا الجانب؟ طبيعة الحال احنا ننظر إلى تقديم الخدمة، صحيح كل ما كانت الخدمة جيدة وبمستوى متميز
هذا راح يشجع المستخدمين الخط أكثر. المستخدمين الخط حقيقة ليس فقط الأهالي ولاية مصيرة، وإنما بطبيعة الحال الكثير من السائحين، ونحن نعول على هذا الخط في تنشيط أيضا حركة سياحية إلى ولاية مصيرة. وطبعا تنشيط الحركة السياحية يستتبع أيضا فوائد أخرى كما هو معلوم يعني. فبالتالي الشركة ممكن تنظر إلى هذا البديل وهو إلغاء الخدمات المقدمة والأكل ما شبه ذلك، لكن دائما ربما أنه أيضا مسافرين، أنت لو جيت تستطلع آراء المسافرين سوف تجد إلى يعني بالضبط هي وسائل راحة للمسافرين وللسواح أيضا متفاوتة. يمكن الشركة تلجأ إلى أسلوب استبيان وتعرف يعني مقترحات المستخدمين بشكل عام، يعني من فيهم فئة المواطنين وفئة أيضا الزائرين بشكل عام من المقيمين في السلطنة. بالضبط، ولكن أيضا هو ينظر للمسألة من ناحية اجتماعية، أن أنا من أهالي هذا الوطن وهذه البلد، وأنا من سكان ولاية مصيرة، عملية انتقالي من مثلا جزيرة مصيرة إلى أي ولاية من ولايات السلطنة، وأنا أعامل في أن أدفع في رسوم، هذه ما يأخذ البعض. قد لا تكون مسألة نصف ريال، ربما هو مبلغ رمزي، ولكن في النهاية أنه أنا من أبناء هذه البلد، فكيف أدفع رسوم بينما غير ينتقل من محافظة إلى محافظة؟ لماذا بالذات جزيرة مصيرة؟ يعني ما دام أنه يعني لا يوجد هناك رابط طريق ما بين الجزيرة وما بين باقي الولايات القريبة منها. هذا هو البعد الذي ينظر إليه أستاذ راشد، إذا كنت تتفق معي. هو في اعتبار واضح في هذه المسألة، ما في شك، لكن ترى حتى الذي ينتقل إلى سواء ولاية مصيرة أو أي ولاية أخرى يعني راح يستخدم سيارة، وبالتالي السيارة أيضا تستهلك وهكذا يعني. ولكن هو ينقل مع سيارته هنا أيضا بمبلغ، لكن هو يقول دافع لسيارته، هذا هو السؤال. بالفعل يعني هم ممكن ينظروا أيضا إلى رسوم السيارات بحيث أنه أهالي الولاية مثلا يميزوا بهذا. أيوة. وهذا السؤال لازم ينظر إلى شيء نريد نعرف إجابته من الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، رسوم السيارات لماذا بقت على ما هي عليه؟ لماذا لم تخفض رسوم السيارات؟ خلينا نذكر فقط لأهالي الولاية بغض النظر عن باقي السياح، ولكن لأهالي ولاية مصيرة. لأن الجواب أن نسي نفس الرسوم المفروضة عليهم من قبل بقية العبارات. لو نحن نزلنا أسعارنا صراحة أعتقد هناك راح تكون عندك مشكلة المنافسة. بس هم فيهم منافسة، لأنه مثل ما ذكرت لك إنه البعض خفض الرسوم إلى 5 ريالات فقط، جهتين شركتين لسبب أو آخر أنا ما أعرفه، لكن فقط بقية الملاك اللي هم الأغلبية وعددهم أكبر أسعارهم نفس أسعارنا. طيب لو أنتوا خفضتوا السعر، ما تتوقعوا أنه راح يخفض أيضا أصحاب هذه العبارات الأهلية السعر؟ ربما راح تكون هناك تحديد للأسعار في هذا الجانب. والله شوف، هذه الأمور لازم نحن ندرسها من نواحي أيضا تجارية بحتة بالنسبة لهم. إحنا خفضنا خوفا أن هناك ثار أيضا تساؤلات من قبل ملاك العبارات الحاليين، لكن هذا لا يستبعد احنا ندرس هذا الموضوع طبعا. انتم يعني انتم كعبارات جديده دخلت الى مثلا خط شان مصيره، ما جلستوا مع اصحاب هذه الشركات وتناقشتوا في هذه المواضيع في البدايه؟ التقينا وفي محاضر مسجله بحضور كل الملاك، وعارفين اسعارنا كم بتكون، وهي مطابقه مؤكد لك مثل ما هي، فقط اللهم على الركاب. لما عرفوا أهالي ركاب ممثلهم ممثل مجلس الشورى في الولاية طلب من شركة إعادة النظر في الرسم، تم دراسة الموضوع ورفع توصية إلى الجهات المعنية وتم فرض نصف ريال فقط اللي هو مطبق الحالي. لكن إيش بيكون قرار الحكومة بعد ما تستلموا من مجلس الشورى دراسة أو طلب مجلس الشورى؟ أيضا مجلس الشورى يعني خلينا نكون واضحين، يعني مجلس الشورى مؤخرا أيضا يطالب شركة بتعديل أوضاعها المالية، وبالتالي الحين قاعد يطالبوا بتخفيض هذه الرسوم. فاحنا صراحة بالتحديد ما هو المطالب مجلس الشورى في هذا؟ ما هي مطلبهم في 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 جانب التعديلات في الرسوم؟ لا، التعديلات اللي طالبوا فيها مؤخرا ما هي؟ طالعتنا الصحف جريدة الزمن انه شركة لازم تعدل من أوضاعها وعملت خسائر 69 مليون ريال عماني منذ إنشائها، فهذا الحقيقة موجودة. بس أيضا طالبين بتعديل أوضاع المالية ودراسة النفقات، دراسة الأسعار، وبالتالي تفاجأت أنا أشوف أيضا مطالبة بإلغاء رسوم على أهالي عبارات في مصيرة. هو محددوا أنه إلغاء الرسوم للأهالي، وربما ذكرناها بشكل كامل أنه أنا من أهالي ولاية مصيرة مثلا، كيف تفرض علي رسوم في عملية الانتقال من هذه الضفة إلى هذه الضفة؟ نعم. أليس من حقي أني أنتقل بالمجان، أن توفر لي آلية نقل، وفي الجانب الآخر أني سيارتي وأدفع لها يعني في هذا الجانب؟ يعني هو يمكن أن نفهم هذا الطلب الآن أخ مهدي، يمكن نفهم هذا الطلب الآن في ضوء أنه هذه الشركة شركة حكومية، يمكن المواطنين من الأول ما كانوا يتحدثوا، أو لأنه ما كان الرسم مثلا
مفروضة بالنسبة للركاب. الآن هم يمكن يطالبون هذه شركة حكومية، وبالتالي هم يأملوا من يعني الجهات. أنت ما ترى أنه من الخطأ أن بدينا بتشغيل العبارات وما عملنا ندوة لهؤلاء المواطنين بحيث أن نضعهم في الصورة بالصورة كاملة ونعرف مطالبهم الحقيقية ما هي؟ والله اللي انا اعرفه انه الاهالي كان يترقبوا، كثير من الاهالي وكثير من المستخدمين الخط يترقبوا الاعفاء، لا يترقبوا افتتاح خط الشركه الحديثه والاعفاء وتوفير خدمه نقل بحري ممتازه جيده. يعني هذا الكل يتمناه لأنه لا اعتقد اسمع اذا ايضا يعني. ايضا في صحيفه الزمن هم قال تفاجأ اهالي ولاد مصيره، بدأوا المقال بعمليه انهم تفاجأوا هم مثل يمكن بعض المواطنين بالفعل مثل ما استقصت الصحيفه. خلينا هذا شيء طبيعي انه ما يصل الخبر الى الجميع. يعني هو ايش المطلب؟ هل هو اعفاء الكامل من رسوم المركبات والركاب ولا فقط الركاب؟ هم الاعفاء من رسوم، طبعا الرسوم بطريقه بصفتها العامه خلينا نقول، لانه انا في النهايه سواء دفعت نصف ريال وفي الجانب الاخر بدفع 16 ريال لو كانت مركبتي طبعا صالون، هذه مركبه خفيفه، بينما لو كان دفع ربعها ادفع لها مبلغ اكبر. فبالتالي انا من اهالي الولايه وما زلت ادفع هذا الرسوم سواء لنقل المركبات او سواء لي انا كشخص او كفرد او كطفل في هذه الحاله ايضا. بس ايضا خلينا نعترف ما دام انا اتكلم استاذ مهدي، انا اتكلم هنا في هذه الحاله ما دمنا نقول انه هذه العبارات ليست ربحيه. خلينا نوضح قضية الربحيه آخر. يعني خلينا نقول هي صحيح شركه حكوميه تشتغل على اسس تجاريه ومطلوب منها تغطيه مصاريفها، لكن ليست بالضروره انها تعمل ارباح. حتى لو كنا على نقطه التعادل احنا لا باس بها. احنا من خلال مسجلاتنا وحركتنا احنا عاملين حساب من السنه الاولى بنحمل اللود فاكتور او نسبه الحموله تكون 35% على اساس ان احنا نعمل بريك ايفن، لكن محتاجين عشان نعمل بريك ايفن نقطه التعادل ما نعمل ربح، محتاجين ان نفرض 7 ريالات على الشخص بينما التعرفه الحاليه 3 ريالات ونصف ريال. بالتالي من يتحمل الفرق؟ هي الحكومه. فبالتالي نحن ايضا مصاريف عندنا مصاريف، نحن مقابل قباطنا مؤهلين، شهادات مؤهله عليا من مؤسسات مرموقه، ففي مصاريف. ولكن هي من الجانب الاخر هناك ايضا سواح قادمين، هناك حركه تجاريه صحيح. هناك اشياء كثيره، الا تغطي هذه كلها؟ لماذا الاهالي هم يعني يجب ان يكونوا احد العوامل لتغطي هذه العبارات؟ لو خلينا نعتبر اليوم الحركه الحاليه من خلال احصائياتنا 30% من ركابنا هم من اهالي مصيره. لو نحن رفعنا كامل التعرفة سواء المركبات ولا السيارات، الاتجاه بيكون كليا علينا لأنه خدمة مجانا. ماذا بيكون حال بقية الملاك العبارات الحاليين اللي يشتغلوا أيضا على أسس تجارية؟ خلينا ننظر لهذا الموضوع أيضا، هم أغلبية عندهم أكثر من 12 ولا 10 عبارات تقريبا. لو أنا قدمت الخدمة لأهالي المصيرة، اتجاه أهالي المصيرة والمواطنين العاملين في الولاية يكون على عباراتنا. احنا عندنا حاليا فقط للعلم 8 رحلات في اليوم. بدينا بأربعة تاريخ 12 سبتمبر، بدينا بثمان رحلات وإن شاء الله في أكتوبر ممكن نرفع إلى 10. فاتجاه المواطنين بيكون على عباراتنا لأنها مجانا. ولكن أنت أيضا ذكرت أن العبارات الأخرى غير مهيئة، بس أيضا تخدم لأنها حركة كبيرة. أنا عندي 8 رحلات حتى وان كانت ايضا في فتره راحه لازم للطاقم ايضا حسب النظام الدولي. فما ممكن يشتغلوا 24 ساعه. فالحركه انا اقول لك ان 155 سياره في اليوم الواحد، احنا ننقل فقط 70 سياره في اليوم الواحد حاليا. فالفرق من وين نغطي؟ نزيد عدد الرحلات او نزيد العبارات. يعني هل معنى هذا الكلام استاذ مهدي انه لا توجد امكانيه نهائيه لإلغاء الرسوم عن أهل الولاية؟ لا في شيء اسمه مستحيل. طبعا مثل ما ذكرت كان في طلب، راجعت الإدارة التنفيذية رفعت مقترح بذلك للحكومة وتم النظر فيه برسم نصف ريال، كان أكثر من نصف ريال للعلم. أوكي. الحين في طلب أيضا من مجلس الشورى مرفوع إلى الحكومة سوف ممكن ينظر له. جميل. طيب أخ ناصر معنا على البلاغ الهاتف أيضا، وربما أخ ناصر ربما ذكرت أنت أيضا في أحد وسائل الإعلام أن وجود العبارات الجديدة لن تحل مشكلة المواطنين سواء كانت عبارتين أو أكثر، ما معنى ذلك؟ أخي العزيز بالنسبة للعبارات أنا وضحت لك، لأن حنا عملية ربط بين شنة وجزيرة مصيرة ونتعرض، وضحت لك في سؤال سابق بالنسبه للولايه تتعرض لرياح موسميه من شهر 5 الى شهر 9، لذلك الجسر البحري الرابط بين شنه ومصيره سوف يعمل. بخصوص العبارات الجديده او
بالنسبة للعبارات الجديدة أخي العزيز، بالنسبة للشاحنات لا تدخل الجزيرة، أنت تعرف الجزيرة محتاجة إلى مواد غذائية بترول، يعني هذه العبارات الجديدة ما مهيئة للشاحنات الكبيرة، هي سواء شاحنة أو شاحنتين. على سبيل المثال أنا بعطيك بالنسبة للعبارات القديمة جزاهم الله خير، هذه العبارات يعني مهيئة للنقل بالنسبة للشاحنات، لكن كالعبارات الجديدة مجرد أقول لي يعني اللي هي السيارات الصغيرة بالإضافة إلى الركاب. أما بالنسبة للشاحنات، وحن الشاحنات تحل مشكلة بالنسبة للتنقل في المواد. أنت تعرف نسبة سكان الجزيرة اليوم بتنامى مع تقريبا واصل 10,000 نسبة في هذا السكن. جميل. خلينا نشوف الأستاذ مهدي حول هذا الموضوع، عملية أو آلية نقل الشاحنات. نعم الكبيرة. خلينا نوضح نقطة الأخ ناصر أيضا أساس نوضح للمشاهد أيضا. عندما يتم نقل صهريج النفط إن شاء الله تكون شاحنة أو أربعة، إحنا ممكن نأخذ أربع شاحنات نفط للجزيرة من خلال عبارتنا، من حسب الأنظمة ممنوع وحاليا مطبق أنه يتم نقل أي مركبة صغيرة أو فور ويل أو راكب لما تكون هناك في صهريج نفط على العبارة. هذا نظام معمول به ومطبق حاليا حتى على خط شن مصيرة. بالنسبة للحركة، إحنا خلال مشاهدتنا أن هناك في عقود موقعة من قبل ملاك العبارات الحاليين مع شركات الكهرباء والنفط لتزويد ولاية مصيرة باحتياجاتها. فبالتالي أيضا إحنا نقوم بهذا الدور، وعباراتنا تسع لأربع ناقلات فقط أربع ناقلات. لأن عندك يسمونه اللونج ويلز هذا الطويلة هذه. فأيضا أعتقد حتى هنا 45 متر أو 48 متر، والعبارات العاملة هناك أيضا في هذه الحدود، فهي كل السيارات اللي يقدروا يحملوهم أربعة إلى خمس سيارات الشاحنات تتكلم عنها، بينما إحنا ممكن نأخذ 24 سيارة بالإضافة إلى أربع شاحنات. يعني أنتوا الآن ممكن تأخذوا السيارات مع الشاحنات؟ نعم نأخذ في هذه الحالة. نعم. ولكن اللي تكلم عنه الأخ ناصر قبل قليل وقال إنه اتساع محدود للشاحنات، إيش كان نقصد فيه؟ أربعة. هي إجمالي حمولة السيارة 38 سيارة. في حالة وجود شاحنات أربعة نأخذ 24 سيارة. جميل جدا. طيب أستاذ راشد، الآن الوزارة أو وزارة نقل والاتصالات اتجهت ناحية خطوة اللي هي إيجاد هاتين العبارتين اللي هي جوهرة مصيرة وشنة، على الرغم من أن هناك مطالبات من قبل الأهالي بضرورة وجود جسر رابط ما بين الولايات ما بين جزيرة مصيرة، وهذا المطلب ربما في أوامر سامية منذ العام 2010 ولم يبت في جديد سوى الدراسة في الوقت الأخير. شوف، بالنسبة لمشروع الجسر هو من المشاريع الضخمة الكبيرة جدا يعني، والمعروف المشاريع الكبيرة مثل هذه تمر بمراحل كثيرة يعني. الآن الذي أعلن عنه أنه دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وأيضا التكاليف التقديرية لهذا المشروع يعني تم طرح هذه المناقصة وتحليلها وفي مرحلة الإجراءات التعاقدية، وبالتالي ما عندما تستكمل هذه الدراسة سوف تتضح الصورة أكثر يعني في مسألة إقامة الجسر والفوائد المرتقبة منه يعني. فالموضوع يعني ما أخذ مجرى بإذن الله الصحيح، وأعتقد أنه إن شاء الله أنه ما راح يطول يعني الدراسة طالما أسندت المناقصة الآن. ولكن الدراسة هي بدأت في وقت متأخر ربما عن إصدار الأوامر السامية من 2010. طبيعة الحال تأخذ وقت يعني حتى أنت تسند المناقصة وتعدها وما شابه ذلك. جميل. خلينا نشوف ربما أخ ناصر أيضا في 19 من الشهر الماضي ربما في أحد الصحف ذكرت بأنك خاطبت معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات من خلال لقائه بالأهالي في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وكان الرد هو ما زال الموضوع قيد الدراسة، وما أدري هل تنظر لهذا ربما هذه إجابة معالي أنه أمل في إيجاد جسر لولاية مصيرة؟ أخي العزيز، بالنسبة للندوة التعريفية لشمال وجنوب الشرقية كان فيها مخاطبة بين أنا والدكتور معالي الدكتور أحمد وزير النقل والاتصالات بخصوص الجسر الرابط بين شنة ومصيرة. بخصوص الجسر، في أخي العزيز في أوامر سامية من عام 2010 ل
لإنظار للبيوت الشركة يعني الشركات العالمية في بيوت الخبر العالمية هذه. حتى تاريخ هذا اليوم إحنا لم نحصل أي على أي رد سواء من الدكتور أو من قبل الوزارة يعني تبشر بالدراسات إلا لما تراجع إزالة هذا القشر في الدراسات. وحنا اليوم ظالين من يعني من عام 2010 مضت علينا 5 سنوات. هل يعقل يا أخي العزيز بالنسبة للدراسات العالمية على ما أعتقد أنه ما تكمل 2 سنين يعني على أساس بشر؟ وهذه في أوامر سامية يعني في أوامر سامية بينشل هذه مصيره لما تمت الأوامر السامية استبشروا بالخير يعني أنه كان أنه عجل في الدراسات ومن ثم أو أن تتضح ردود فعالة من قبل وزارة النقل لهذه ولاية مصيره أن هذه الدراسة غير مجدية للمشروع وينهى الموضوع. لكن حنا اليوم ظالين عن خاطر كجهاد معانية لهي وزارة النقل وتمنى من أخ ضيفك الكريم يسمعني راشد الكيومي عن هذا الموضوع واتمنى رد كونا اعضاء ولايه لان احنا اليوم مطالبين في الولايه لان المتعرض انت المواطن لما تحصله في مكان يقول لك ايش القصر لان انا وضحت لك بخصوص العبارات يا اخي العزيز احنا اهالي ولايه مصيره ما رايح تحل عني مشكله لان المشكله مشكله كبيره وواجهه عصير وواجهه امواج. جميل. طيب خلينا نشوف رد الاستاذ راشد. اذا استاذ استمعت للاخ ناصر ما تعليقك؟ تعليق وشوف يعني الحين احنا ماشيين في اكثر من اتجاه. موضوع الجسر وهو ياخذ مجراه منذ احيل الى الوزاره مسؤوليه الاشراف على الجسر وتنفيذ الجسر اتخذت الاجراءات والحمد لله اخيرا يعني تم اختيار الاستشاري اللي رايح يقول على فكره يعني فتره الدراسه الاستشاريه ما هي فتره طويله يعني هي المقدر لها في حدود سنه واحده فقط يعني من بدء العمل وراح يبدا قريبا. لكن ايضا الجوانب الاخرى ايضا اللي هي يعني حركه النقل البحري نفسها دخول شركه العبارات التسهيلات يعني في تسهيلات احنا جالسين نشتغل عليها الان في كل من مرفأ مصيره او مرفأ شنه في بعض الاتفاقيات او بعض قصدي المناقصات اللي احنا رايحين نشتغل عليها حاليا يعني هناك مثلا تعميق حوض المرفأ في مصيره وتنظيفه وتهيئته اكثر بشيء بحيث انه يمكن ملاك السفن الحاليه والعبارات الحاليه ربما انهم يضاعفوا من عدد هذه شو اسمه العبارات يمكن العباره الشركه الوطنيه للعبارات ايضا يمكن تزيد ايضا من عدد العبارات في المستقبل فنحن نستعد لهذا الامر ايضا في 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 شنه كذلك هناك ايضا دراسه ل يعني إعادة تأهيل المرفأ ويمكن إضافة بعض كاسر أمواج وبعض التسهيلات بعض الأرصفة فالحمد لله يعني الوزارة على كل يعني الأصعدة تحاول أنها تخدم هذا القطاع وهذا والأهالي كذلك في البداية. طيب سعادة المهندس وكيل النقل والاتصالات قال لا توجد علاقة في مشروع إنشاء الجسر البحري للولاية ومشروع أيضا تدشير عبارات أو تدشين عبارات لجزيرة مصيرة. يعني هل معنى ذلك أن الوزارة ماضية في كل الأحوال بموضوع الجسر سواء كانت هناك جدوى اقتصادية أم لم تكن؟ إذن لماذا تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات هذه الدراسة لتحديد الجدوى الاقتصادية؟ يعني لا أحد يستطيع الآن أن يجزم أنه هذا المشروع سوف ينفذ أو لا ينفذ في هذه المرحلة. بالتالي هذه خطوة من الخطوات المهمة لاستكمال هذه الدراسات اللي هي يعني هامة في هذه المرحلة. جميل. خلينا أستاذ راشد أيضا نأخذ اتصال من الوليد الحسني معنا عبر الهاتف. الوليد مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل الوليد. دام فضلك بس أذن أخي المذيع الموضوع يعني أول حاجة نشكر فيه وزارة النقل والاتصالات وأيضا نشكر الشركة الوطنية للعبارات على هذه المشاريع اللي جالس تقدمها. ما اريد اطول المقدمات لكن الموضوع ما في داعي ان يعني ما يحتمل تشنج وشد اعصاب هي مجرد نقاط بسيطه نختلف عليها ولازم نحصل على حلول بسيطه وحلول جيده ان شاء الله. بخصوص موضوع الرسوم طبعا الخدمه جيده في العبارات وهذا الشيء مطلوب ان شاء الله يستمر الافضل. بخصوص الرسوم هذه اللي هي الرمزيه نصف ريال اذا كانت مربوطه فقط بعمليه تقديم الوجبات الخفيفه او خلافه بالامكان اعتقد كمقترح أن يتم توفير يعني مرفق مقهى أو مرفق معين كمحل يقدم بالرسوم فالشخص اللي حاب يستهلك من هذه الخدمات يدفع. واضح الوليد. هذا النظام. في حاجة ثانية في الدول الأخرى المتقدمة يستخدموا أنظمة البطاقات
هذه البطاقات اللي هي كتذاكر إلكترونية عن طريق مسبقة الدفع. لو على سبيل المثال بالنسبة للطلاب، بالنسبة لأصحاب مثلا الأهالي، ممكن نطبق عليهم هذا النظام بحيث أن تكون التعرفة أقل ويستهلكوها على بطريقة مختلفة عن السياح أو الناس القادمين من الخارج. جميل جدا. الموضوع أعتقد بسيط، نتمنى لهم التوفيق. شكرا الوليد. شكرا جزيلا. اتصال آخر، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معانا؟ معك الأخ سليمان الحيائي. حياك أخ سليمان، تفضل باختصار الله يخليك. أنا بسأل سؤالين بس بالنسبة لهذا الموضوع بين شنة وصيرة. القصر، بالنسبة للقصر كما ذكر أحد الأشخاص أنتم الآن قبل قليل قريت معلقاء أنه لم يحصل على رد إلى الآن في هذا الموضوع. لكن أنا أتحدث في حالة يتم موافقة على إنشاء هذا القصر، إيش الأشياء يعني الأمور اللي رتبتها الحكومة في مصيرة، أشياء سياحية يعني منتجعات سياحية بحيث أن القصر هذا يكون له قالب للناس بالضبط. لكن يعني ايش ربما هذا تسال لوزاره السياحه، يوجه لوزاره السياحه. ايوه اكيد، يعني يدخل فيه هذا الموضوع بحيث انها تكون حركه، يعني بحيث يكون الكسر يعني انشاء الكسر له قيمه ليس فقط من اجل بالضبط. من اجل هكذا. السؤال الثاني، اتفضل. السؤال الثاني بالنسبه، هل درست الحكومه بالنسبه للمواطنين اصحاب العبارات الآن إيش تعوضهم؟ إيش التعويض لهؤلاء المواطنين؟ ما زالت عباراتهم تعمل أخ سليمان، ما زالت عباراتهم تعمل. تعمل لكن في حالة تأسيس القصر. بالضبط. كيف طيب. يتم يعني هل درسوا أن لهم تعويضات لهم يعني؟ طيب واضح يا أخ سليمان، واضح جدا. شكرا جزيلا. وشكرا. اتصال آخر. طيب ربما هذا السؤال الأخ الوليد. نعم. الأستاذ مهدي يعني كمقترح هو يقول لك انه اذا كانت الاسعار الرمزيه هي لاغراض بعض المشروبات وما الى ذلك، لماذا لا يتم عمل مقهى؟ وايضا ندمج مع سؤاله الثاني انه لماذا لا يتم العمل بالبطاقات هذه اللي تعمل فيها كثير من الدول؟ انا اشكر الاخ وليد على هذه المقترحات، وهي ايضا موجوده في اجندتنا. احنا قاعد نراجع هذه الخدمات ومن خلال تحسين ايضا الخدمات حاليا ايضا بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ايضا لدينا قارئ البطاقة الشخصية لاثبات من هوية ايضا سرعة التسجيل الراكب او السيارة. ففي تحسن من بداية الخط من شهر 8 لحد تاريخ من خلال الخدمات اللي تقدم. ايضا مواعيد الرحلات لدينا معلنة. بالضبط هذه المواعيد. نعم. واليات الانتظار. نعم. مع وجود العبارات الجديدة كيف هي ساعات الانتظار؟ لدينا ساعة واحدة فقط. ساعة واحدة فقط في الانتظار. احنا رحلاتنا تبدأ من الساعة 9 صباحا الى حد الساعة 6. ووجود المرافق الانتظار؟ لدينا قاعة انتظار خاصة للنساء وايضا للرجال. جميل جدا. اذا تبقى هي استاذ مهدي صلب الموضوع مسألة الرسوم فقط، فما اعرفكم هل يعني ونحن الان على هذه الطاولة ربما اليوم موجودين والاهالي ايضا يتابعونا في مسألة الرسوم المفروضة على الاهالي سواء كانت للمركبات او سواء كانت ل الأهالي كأشخاص يعني أو كأفراد أو كأطفال. يعني ما أعرفكم هل ستنظروا في هذا الموضوع، هل سيجد، وهذا عضو المجلس البلدي معنا الآن عبر الهاتف، هل سيجد رد في هذا الموضوع من خلال عملية أنه يعفو من الرسوم؟ هل ستتم أيضا التواصل معهم، سيتم التواصل معهم في هذا الجانب؟ إن شاء الله سوف يتم التواصل، سوف يتم دراسة هذه المقترحات اللي رفعت اليوم من قبل الأهالي. وأيضا مثل ما ذكرت مجلس الشورى في الأسبوع الماضي أيضا درس طلب أو أهالي مصير رفع الرسوم عليهم ومرفوع للحكومة، وإن شاء الله سوف يتم التنسيق مع الأجهزة المعنية في قضية هذا المقترح إن شاء الله. جميل، جميل جدا. أستاذ راشد، هناك من يرى ربما البعض أنه هذه العبارات إنما وضعت لخدمة السياحة فقط ولم توضع لخدمة الأهالي، والدليل على ذلك ربما هي نفس تعرفة الأسعار، وبعد ذلك سنرجع للحديث عن الجسر، لكن ربما خلينا نرد على هذا التساؤل. إن العبارات الجديدة بالضبط لخدمة السياحة. هذا كلام والله يعني بالنسبة مثل ما تفضل الأخ مهدي، الآن الأسعار السيئة المركبات كما هي والمجال مفتوح والوزارة لا تتدخل فيه،
فيما يتعلق بأسعار نقل الركاب، طبعا على فكرة أنتم ما ذكرتوا أنه الركاب من خارج مصيرة تعرفتهم أعلى. بالنسبة لأهل مصيرة الآن الموضوع يعني في نقاش وفي بعض المقترحات، ويمكن الشركة تنظر فيهم بالإضافة إلى ما قد يصل من الجهات الرسمية أيضا بخصوصها يعني. فهو بطبيعة الحال كوزارة نقل والاتصالات تنظر إلى هذا تشغيل الخط، هو تشجيع للسياحة وتشجيع للنقل يعني، حتى يعني هذا المواطن الذي يعيش في 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 ولاية مصيرة لا يستحق وسيلة نقل بحري بدون سليمة تكاليف طيبة بالضبط يعني يستحق، بالتالي فوجود هذه الخدمة وإدخال الشركة بهذا الخط هو يعني لا ما في شك يعني في المقام الأول نحن ننظر له أنه يخدم أهالي الولاية قبل قبل السياحة. جميل. طيب موضوع الجسر اللي سبق وتحدثنا عنه قبل السؤال هذا، يعني ربما الأهل الكثير لديهم كثير من الفضول، إن نريد نعرف آلية الدراسة اللي تم الآن أين وصلت، متى سيتم الانتهاء من هذه الدراسة، هل سنظل ننتظر 5 سنوات مثل ما كانت الأوامر السامية في 2010 واليوم نحن في 2014 مقدمين على 2015 وما زلنا في موضوع الدراسة؟ أنا أعتقد طالما أنه العمل بدأ ما راح يتوقف، هو أهم خطوة هي هذه البداية ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تحديد التكاليف التقديرية للمشروع، هذه مسألة جوهرية وأساسية، وبالتالي هذه خلاص المناقصة يعني في مرحلة التعاقد تم اختيار الاستشاري وهي مرحلتها سنة فقط يعني، وبالتالي راح تمضي هذه السنة وراح تكون الصورة أوضح ويتم اتخاذ القرار المناسب في المضي قريبا يعني في الجسر منها. ربما في اتصال، فأنا استغرب الأخ سليمان يقول أنه يعني ما حصل إجابة واضحة وكذا، هذا يعني مناقصة دراسة استشارية بدأت في هذا المشروع. هذا هو الجواب. خلينا نشوف أخ ناصر موجود معنا على الخط. أخ ناصر. أيوة. إذن الأستاذ راشد يقول أن الدراسة بدأت وهناك أيضا دراسة لهذه الجدوى الاقتصادية والموضوع يأخذ في حدود السنة وبعد ذلك يتم البت في موضوع هذا الجسر باختصار شديد. نتمنى كل الخير من الله راشد على هذه الخطوة، وعسى خير إن شاء الله أن يكون في القريب العاجل إن شاء الله. إذن أستاذ راشد أيضا تساؤل أخ سليمان ربما كان في جانب أنه بعد ما تنجح دراسة الجدوى الاقتصادي وما إلى ذلك العبارات الأهلية هذه ماذا سيكون مصيرها، ربما هو الآن يتساءل في جانب العبارات الأهلية وخاصة ربما بدأنا بنقطة وهي وجود عبارات كبيرة في الشركة الوطنية للعبارات، فما هو مصير العبارات الأهلية؟ اسمح لي أخ راشد أنا ممكن أرد على هذا السؤال، شكرا على طرحك. ليش ما ننظر لهذا السؤال بمنظور آخر؟ لو تم رفع الرسوم على أهالي المصيرة سواء كانت مركبات والركاب، إيش هيكون مصير عمل هذه العبارات؟ نفس السؤال، ليش نحن نزاحم القطاع الخاص وننافس القطاع الخاص أيضا كشركة حكومية أيضا تأخذ دعم من الحكومة؟ أنا لو رفعت اليوم على الرسوم على أهالي مصيرة وهم حنتكلم على 7,000-8,000 مواطن أو مقيم في مصيرة، لو رفعنا هذه الرسوم كليا طبعا اتجاههم كلهم يكون على العبارات الشركة، فايش هيكون مصير؟ يكون هناك تحديد، نحن مع التحديد ان تحدد الاسعار استاذ مهدي، لا انت تخفض الشركه الوطنيه للعبارات، ما ممكن نحن نحدد اسعار، السوق حر في لكل شركه ولكل عباره ولكن مصاريفها، ما ممكن ان تتدخل وزاره النقل والاتصالات في هذا الجانب وبالتالي تحدد هذه الاسعار؟ لا، اليست هناك جهات معنيه تتحدد في عمليه تحديد هذه الاسعار؟ يعني الحين الطاقم اللي عامل على الشركه، طاقم البحري اللي عامل على الشركه الوطنيه للعبارات ليس بمهلات نفس الطاقم اللي ملاك العبارات الخاصة إن شاء الله، ولكن نحن نأمل دائما منكم النظر في موضوع رسوم أهالي ولاية مصيرة إن شاء الله سوف ننظر إلى الموضوع. اليوم الأستاذ راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات، والأستاذ مهدي بن محمد العبدواني رئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، وأيضا الشكر للأخ ناصر بن سليم الفارسي اللي كان معنا عبر الهاتف عضو المجلس البلدي. شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.